هذا ويشارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي في أعمال المؤتمر 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي ينعقد في جمهورية مصر العربية يوم غد السبت بعنوان المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب عضو الوفد المشارك. مرحبا بك سعادة النائب معنا في نشرة الأخبار، وهل حدثتنا عن أهمية المشاركة في أعمال هذا المؤتمر إضافة إلى أبرز المواضيع التي سيتم تناولها من خلال هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أشكر لكم هذه الاستضافة، ويعني أود أن أشير في أن هذا المؤتمر ينعقد برئاسة معالي السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، وهو يعني يأتي استجابة لطلب فلسطين ودعم عضوين من الاتحاد، واللي هو يوجب يعني عقد الاجتماع حسب اللوائح وميثاق الاتحاد. راح يخصص المؤتمر لمناقشة آخر مستجدات متعلقة بالشأن الفلسطيني في ضوء الممارسات غير القانونية اللي طالت المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية خلال الفترة الماضية، واللي تطلب فعلا يعني موقف من البرلمانات العربية، وهو اللي دعا لتشكيل هذا المجتمع أو هذا المؤتمر الطارئ. في الحقيقة يعني مشاركة وفد الشعب البرلماني برئاسة معالي يعني رئيسة مجلس النواب هو يعني تعبير لموقف البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق اللي أكدت عليها القيادة الحكيمة، ويعني إلى جانب أن بيان موقف السلطة التشريعية في البحرين الرافض لأي تجاوزات أو تعدي على المقدسات، وهو يعني راح ينعكس بالتأكيد من خلال المؤتمر اللي راح نشارك فيه بكرة إن شاء الله، ويعني ناخذ موقف موحد السلطة التشريعية في البحرين وبين موقف مجلس النواب في البحرين تجاه القضية وبما هو مساند لهذه القضية الفلسطينية. سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب عضو الوفد المشارك، شكرا جزيلا لك.